السلام عليكم وصبحكم الله بالخير من جزيرة ساموي ان تايلاند. الصراحة هذه الجزيرة هنا زرت عدة جزر في تايلاند، ولكن هذه الجزيرة أول مرة أزورها، والصراحة من أروع الجزر اللي شفتها في حياتي بدون أي مجاملة. أجواءها طيبة الحمد لله، وجزيرة واسعة ونظيفة، ومايها زين نظيف، وبحرها نظيف وكبير، والحمد لله الأجواء طيبة وحلوة. خلصينا ريوقنا الحمد لله، قهوينا، أجواء عالمية. فأنصح اللي يحبون الجزر وأجواء الجزر في العالم، ما عليكم إلا في الجزيرة هذا. أراويكم الأجواء كيف، شوفوا البحر ما شاء الله. طبعا درجة الحرارة تتراوح ما بين 25 إلى 29 مئوية. أجواء عالمية حق السباحة، تمشية، ريلاكس. شوفوا ما شاء الله. وفي أماكن ثانية حلوة، جزيرة كبيرة، وهذه الطيارة هناك. طبعا كل ساعتين طيارة. جزيرة عليها كثافة من السواح، عدة دول يزورونها، وغالبا ما تشوفون أجانب، يعني المحليين نادر، ما شفت ولا تايلندي سايح للحين. هناك الطيارة ما أدري إذا تبين ولا لا، تقرب على مطار الجزيرة، المطار وراي ورا الفندق. والفنادق زينة حلوة. هذه الطيارة إن شاء الله، شوف لما توصلني الطيارة فضي الشر. وحياكم الله يا مرحبا السلام، سلامنا للجميع، حياكم الله.